مجدداً أرحب بكل من التحق بنا ونواصل معكم هذا اللقاء من صباح الأسرة. إذن بفقرتنا الفقرة الأولى التي هي مخصصة لكل الأمهات، وموضوعنا اليوم عن الأم المريضة بأمراض مزمنة. هذه الأم التي تعتبر مستمعينا واحدة من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، والتي يشعر بالراحة والطمأنينة بمجرد وجودها في الحياة، فهي رمز الحب والحنان. وأكيد يحزن الإنسان كثيرا عندما يصيبها أي مرض وأذى. لذلك اليوم سنتعرف على وضعية الأم المريضة بالأمراض المزمنة، وحوارنا دائما رفقة الأستاذ عبد الحميد لعام، مستشار أسري وتربوي مكون في برامج التنمية الذاتية. فيا صباح الخير وسرور أستاذ لعام، ومن طنجة طبعا نبلغ تحيتنا وتهانينا بمناسبة الذكرى الغالية على قلوب كل مغربي ومغربية، ذكرى المسيرة الخضراء. نتمنى أن يعيد الله هذه المناسبة العظيمة بمزيد من التوفيق والرخاء والعزة والنماء، وأن يديم على بلدنا من طنجة إلى القويرة الأمن والأمان، ويبعد عنا كل حاقد وحسود. أهلا بك. ومن العيون ومن العيون كل التحايا وكل الحب إلى كل مستمعي ميديان داخل أرض الوطن، وإلى كل مغاربة العالم، لأن واحد القلب عندهم كبير على وطنهم، وإلى كل أصدقاء المغرب في كل العالم. اليوم نحن نعيش واحد الأجواء ربما كبيرة جدا ترتبط بالمسيرة الخضراء. نعم. والأجمل أن بلدنا هذه المسيرة الخضراء حولتها إلى مسيرة أيضا في الصحراء، عادت إلى وطنها وفي وطنها. نعم. والمغرب يعيش أجواء أخرى من المسيرة، مسيرة التنمية. وفي الحقيقة الأقاليم الجنوبية جد جد متألقة في هذا المسار التنموي، واللي نبغيه بلدنا جميعا إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب كل الأمان وكل التوفيق ومزيد منا طبعا العزة والنماء والرخاء. فأكيد سنعود الآن لموضوعنا، موضوع فقرة لكل الأمهات، وهو الأم المريضة بأمراض مزمنة. وكالعادة نطلب منكم أستاذ لعاء التعريف بهذه الفئة من الأمهات. شكرا. الموضوع شي شويه حساس هذا. نعم. لان ملي كتمرض الميمه راه كيمرض كلش. صح. والمرض لما كيقيس الكبده والقلب والروح ديال الاسره. نعم. وديال الوليدات اللي هي الام، كتكون الاجواء غير عاديه. لما كنتكلموا ايضا على الام المريضه وخاصه الامراض المزمنه. نعم. هنا كيدخلوا لنا عندنا ثلاثه ديال العناصر الاساسيه. الاولى هنا كاين الوليدات لان هي ام. وجود أبناء بحاجات مختلفة وبظروف مختلفة، ما بين إعاقة ما بين ظروف أخرى، ويمكن أمراض مزمنة كذلك. صح. نعم. والدراسة وأشياء كثيرة، هذا الشق الأول. الثاني لما كنتكلموا على الأسرة، عفوا على الأم. الأم عندها مسؤوليات. صح. أسرية، عندها مسؤوليات تجاه وليداتها والرعاية ديالهم. وأيضا ما ننساوش بأنها داخل أسرة ووجود واحد العنصر أساسي اللي هو الزوج. ويمكن احنا في الثقافة المغربية الأسرة قد نجدها ممتدة، وجود الجد ولا العمة ولا شي حد آخر معهم داخل الأسرة. العنصر الثالث وهو الأمراض المزمنة. لما كنتكلموا على الأمراض المزمنة، أول معطى فيها هي متعددة. بمعنى كنقدروا نلقاوها في هشاشة العظام، نقدروا نلقاوها في السكري، في الضغط الدموي، أمراض الشرايين بشكل عام، الربو، المفاصل، وأشياء كثيرة. وبعض الأحيان هذه الأمراض قد تجتمع، جزء منها قد يجتمع في الشخص الواحد. لقاوها كيعاني من السكر، ويعاني من الضغط الدموي، وكيعاني من مرض آخر. بمعنى ثلاثة الأمراض بعض الأحيان ويمكن أكثر كيتجمعوا في نفس الشخص. إذن إلا بقينا نحتاج معنا الآن ما بين الرعاية ديال الوليدات وما بين الظروف الصحية وما يقتضيه من علاج وأشياء أخرى، وما بين تعدد أو وجود أمراض وتعدد الأمراض المزمنة، وعاد إلى ضفنا ظروف أخرى، إما الطلاق، إما الخدمة، إما الهشاشة في المجال الاقتصادي والمالي، إما أشياء أخرى، شنو كدير؟ هذه كتعقدنا العملية شي شوية، وخاصة إحنا في واحد الثقافة الاجتماعية لا تنتصر للعلم كثيرا. نعم. بل تنتصر للعادات الاجتماعية.
راه ممكن دايرين الريجيم ديال السكر وديال التونسيون مثلا، ولكن كيتعشاو في الوحده ديال الليل بحولي قدامهم وزيد اشياء اخرى او شي انواع الوجبات. غير مثال هذا، بمعنى نحن امام اخطاء التي قد يسقط في هذا النوع ديال الامهات ولا هذه الفئه من الامهات، ولا في ظروف اخرى معقده واللي كتزيد تعقد لهم الحياه الاسريه وحتى الصحيه ديالهم. إذن أكيد من هذه الأخطاء نود أن تركز عليها أستاذ أدلعاء، والمشكلات اللي يمكن تقع فيها هذه الفئة من الأمهات أو ولو بعض الأمهات من هذه الفئة ديال الأم المريضة بأمراض مزمنة، إذا كان ممكن نتعرف عليها. عجبتني ذلك كلمات بعض الأمهات. فعلا كاين بعض الأمهات متعايشين مع المرض ديالهم لسنوات وسنوات وعادي، ولكن واحد الفئة ولا واحد البعض من الأمهات ما محتارمينش وما كيعيشوش مع ذاك الظروف ديالهم الجديدة اللي هي الأمراض المزمنة، ولذلك وجود أخطاء ووجود مشكلات كنلقاوها بشكل كبير. واحد هو عدم اتباع التوجيهات الطبية بانتظام، وخاصة للأدوية. ما الدواء كاين ومشري، ويمكن بعض الأحيان بتكلفة مادية، ولا يحترم لا التوقيت ديالو فين يتخذ ولا حتى الايام ديالو، ما كتحترمش. هذا خطا من الاخطاء الكبيره اللي كنلقاوها. ايضا عدم احترام الحميه الغذائيه المناسبه. وهنا غير نفتح واحد القوس، برنامج ديال صباح الاسره قدم الكثير في المجال ديال الحميه وديال التغذيه وديال اشياء كثيره لهذه الفئه ديال الامراض، للناس اللي مرض امراض مزمنه، وندخلوا منهم حتى الامهات، والحقيقه خاص الاستفاده منه بشكل كبير. اذا الحميه الغذائيه المناسبه ما كايناش، اللي تحط قدامهم كيقول لك انا ما نقدر نصبر، انا غادي نعيش اليوم اللحظه، شنو غادي يوقع في العشيه ولا شنو، ما كيحسبوش. نعم تماما. كاين عدم ممارسه اي حركه واي نشاط رياضي مناسب للظروف الصحيه ديال المريضه. وملي ما كتحركش، راه المغاربه والكبار ديالنا خلاو لنا واحد الحكمه في كل بركه، في كل حركه بركه. ونعم، والبركه من اهم البركات اللي كتكون هي البركه الصحيحه. نعم. كاين من ضمن الاخطاء هو كنلزموا الوليدات ديالنا بالنظام الغذائي. هادو شي وحدين دابا احترموا النظام الغذائي، ولكن فرضوه على الوليدات. مثلا كياكلوا المسوس في السكر وفي الملحه، صح، فرضوه حتى على الوليدات. والطفل صغير وتفرض عليه ذاك النظام ديالك، لا، ما هو في حاجه ديالنا، حيث هو في حاجه لذاك الشيء، وهو كيتحرك وعنده ظروف خاصه مختلفه على الوضع ديال الام. ايضا كثرة الشكوى، كنلقاو واحد الفئه من هاد الامهات اللي مرضين بامراض مزمنه كيتشكاو بزاف، اللي يهضر معاهم، اللي يتكلم معاهم، اللي في اي نقاش في اي حوار داخل الاسره خارج الاسره، عندي السكر، عندي الطونسيون، انا مريضه بالسكر، انا مريضه بالطونسيون، بعدو مني، انا غادي تشعلوا لي اعصابي، انا غادي ديروا هادشي. كطيحنا في واحد الخطا اخر، وهو كثره الصراخ. الغوات ديالهم ما كيوقفش، الى درجه كيفاش غادي يقبلوا هاد الوليدات بهاد الاجواء اللي كلها مشحونه؟ طبيعة الحال هذه ماشي صحيحة. كاين أيضا كنلقاو واحد الفئة من الأمهات كيتجاهلوا الحاجة ديال الولاد، أنا مريضة بعدوا مني، أنا خليوني غير في مرضي، خليوني في مصيبتي، خليوني في همي، أنتم بيناتكم اللي بغيتوا ديروه. وهذا أمر خطير شي شوية. علاش؟ لأن لا ضعنا للوليدات عندها أمراض مزمنة، ولازمنا أن ضعنا للوليدات كي غادي تكون العملية غادي تكون شي شوية معقدة عليها، وهي اللي غادي تعاني ربما ملي تشوف وليداتها كيضيعوا إلى آخره. كاين أيضا من الأشياء، من الأخطاء ومن المشاكل اللي كنلقاوها، هو كتربط كل حاجة ما كتعجبهاش، ما كتقبلهاش، كتدخل فيها المرض ديالها، الوضعية ديالها، صح، الوضعية ديالها. دابا ملي كتشعل حياتها كلها مرهونة بديك الوضع، شنو كيعطينا؟ كيعطينا أنها ما كتعيش داك الأجواء الأسرية والأجواء الأمومة والأجواء الحياة وغيرها، ما كتعيشهاش بشكل طبيعي. وهذا لا بد أنها خاصة تفكر هي بعد أولا، وإحنا نفكروا معها كيفاش ممكن تجاوز على الأقل واحد الجزء من هالظروف الصعبة المرتبطة بالأمراض المزمنة. إذن هذه فرصة باش نتعرفوا على التوجيهات والقواعد للعمل بالنسبة لهذه الوضعية ديال الأم المريضة بأمراض مزمنة لتفادي كل هذه الأخطاء وهذه المشكلات اللي يمكن توقع فيها. أستاذ ليعة، غادي نلخص للتوجيهات اللي ممكن نعطيوها لهذه الأمهات، نلخصها في عنصرين أساسيين. الأولى اللي نتمنى أن الأمهات يسمعوا هذا الكلام، وماشي فقط الأمهات،
حتى لكل قريب ويؤثر في هذه الأم المريضة بأمراض مزمنة، اللي هما يقدروا يكونوا وليدات، يقدروا يكونوا أخوتها، يقدروا يكون الزوج ديالها، يقدروا يكونوا صديقات. أنا تمنيت يوصلوا هذه الرسالة هذه. راه خاص تعرف هذه الأم المريضة وهاد الناس اللي ممكن يوصلوها، إلا ما تبعتش العلاج الطبي ديالها كما يجب بالشروط وبالظروف اللي كيقولوها الأطباء المتخصصين في المجال، وما تبعتش نظام التغذية المناسب، واش هذا ما غاديش يكون عنده آثار صحية؟ بكل تأكيد عنده آثار صحية، وعنده ضريبة، ماشي غير فقط آثار، عنده ضريبة، ممكن جلطة دماغية، ممكن شلل نصفي، ممكن الحركة كتمشي بالمرة، ممكن معاناة كثيرة، والتحمل لهذه المعاناة مع وجود وليدات اللي احنا السن ديالنا ما عرفناهمش. كنا كنقول بأن الأمراض المزمنة كتبان غير عند الكبار في السن، ولكن تفاجأنا بأن لقيناها عند ناس اللي تقاسوا مثلا بالسكر، كاين ناس اللي عندهم في العشرينات وهما عندهم السكر أو الثلاثينات، كاين أمراض ديال الضغط وأمراض ديال الوقت اللي أو الهشاشة العظام مثلا أو أشياء أخرى، بدينا كنشوفوا هاد النماذج، وهذه راه الصحيحة إلا ما تهليناش فيها وما تهلطش فيها هاد الأم هذه، بطبيعة الحال غادي يكون هي خاسرة شوية وزيدوا عليهم وليداتها. الرسالة الثانية ولا التوجيه الثاني، راه كل مريض، هذا الكلام دابا لجميع المرضى خاصة الأمراض المزمنة وخاصة ومنهم غادي نتكلموا على الأم، راه إلا ما تصاحبناش مع المرض ديالنا تعيشناش معه، صح، خاص تعيش معه، تعيش معه، خاص يصبح نهم جزء من الحياة ديالي. سكر، طونسيون، وزيد 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 الأمراض المزمنة، خاص نتصاحب معاه نتعيش، ما معنى نتصاحب مع المرض ديالي؟ ها فين اللي بغيت دابا هاد الأمهات يفهموها معنا، شنو هي نتصاحب مع المرض ديالي؟ شنو هي نعيش مع المرض ديالي؟ مثلا إلا تقاس بواحد المرض مزمن في 45 سنة، غير مثال، وطول ربي في العمر وصلنا ل 90، راه 45 سنة أخرى غادي تقدر تعيشها بداك المرض المزمن، واش غادي تعيشها كل معاناة، كل صراخ، كل مشاكل، كل فوضى؟ لا، ما يمكنش. ولذلك نتصاحب مع المرض كيعني أولا نحترموا الوصفة الطبية والمواعيد الطبية اللي كتعطينا، لأن كيعطي الدواء كيقول لك من بعد 3 شهور ترجع، من بعد شهر ترجع، تستعمل هاد الدواء في هاد التوقيت قبل الماكلة، مور الماكلة، الصباح، العشية، إلى آخر، وراه ماشي كيعرفوه هما. نحترموا هذا الأولى. ثانيا شنو كتعني نصاحب مع المرض ديالي؟ هو نمط التغذية المناسب. السكر عنده النظام الغذائي ديالو، وعندنا الحمد لله في المغرب المتخصصين في التغذيه، وهذا البرنامج ديال صباح الاسره والكثير ديال البرامج الان متوفره عبر القنوات المختلفه في وسائل التواصل الاجتماعي، راه ممكن نتعاوننا في هذا الجانب ديال الوصفات التغذيه، غير كنقول عند اهل الاختصاص، لان احنا كنعرفوا هذا العالم ديال مواقع التواصل دخلوا له واحد المجموعه ديال الناس غير مختصين وبداو كيزوروا في اهل الاختصاص. ضروري، نعم، ضروري اهل الاختصاص والاستشاره ديالو. نحترموا ايضا المواعيد والأنشطة الرياضية واللي فيها الحركة اللي كتناسب المرض، لأن كل حركة حيت كتساعد في العلاج، وماشي غير كتساعد في العلاج، كتنقص حتى الضغط، ونقدر نحول ديك الحركة إلى نشاط ومتعة، هو إلى صحة الزوج ديالي، قلت له الله يلا تخرج، هذا غير دخلناه إلا دخلنا أيضا الوليدات، وغادي تكون أروع، لأن هي أم ولدي الله طرف قنيعة فكلها بنتي، وغاديين كيتكلموا في شيء أشياء جميلة، وربما كيتسابقوا، وربما كيديروا أشياء اللي مناسبة على حسب طبيعة المرض، غادي تكون معهم كتخفنا على الضغط ديالهم وتخليهم مزيان. نقدروا نوفقوا أيضا ومطالبين شنو كتعني تصاحب مع المرض، هي توفق ما بين التغذية ديالك أنت اللي مريضة بأمراض مزمنة والتغذية ديال الوليدات مع افراد الاسره. كاين اشياء اللي غادي تاكلوها مشتركه، ولكن كاين اشياء اللي خصها تتفرق، لانك تراعي الخصوصيات ديال كل واحد بالمرض ديالو ولا ما مريضش الى اخره. كاين ايضا نعيش التواصل الاسري المناسب، راه كثره الصراخ راه حتى الوليدات ما كيبقاوش يطيقوا الحياه داخل الاسره، وحتى الام بداك كثره الصراخ ديالها شي كيسميها كاسيطه كتعاود، شي كيسميها سيدي، شي كيسميها شي حاجه اخرى. علاش؟ يمكن هذا الكلام ما كيقولوش بقلبهم، ولكن واحد النهار يقدر يوصل الى مشاعر اللي صافي كيطلع لهم في راسهم، اكيد تمام، كيأثر تماما. ولذلك نعيش تواصل ايجابي مع وليدتنا بالكلمه الطيبه، ونديروا الحمد لله مرضنا لا اله الا الله، ماشي نهايه الحياه، اكيد لكل داء دواء، وطبعا المرض ديالهم عادي، نعم تماما. نملؤوا الوقت ديالنا بالانشطه اللي ممكن تخفف علينا الضغوط، ما تزيدناش في الضغوط،
وهنا نتوجه اللي ما كتقراش وفي السن وهي في وضعيه ديال الاميه، راه الاميه ماشي بالمعنى السلبي، راه معنى ايجابي مزيان. بالعكس نمشيو للجامع كاين برامج نحو الاميه، نمشيو للاماكن اللي ممكن نتعلموا فيها، كاين جمعيات منظمين هادشي، نمشيو حيت الا ملأنا الوقت غادي يكون جميل جدا. نضيفوا لها ايضا نتعلموا شي لغه، انت ايضا ممكن نتعلموا بعض المهارات اللي ممكن تفيدنا، تعمر الوقت ديالها بمسائل مفيده اللي تقدر حيت غادي ينقص عليه هذاك الضغوط الى اخره، نقراو القران الى اخره. غادي نوجههم غير فقط ما يمشيوش للانشطه اللي فيها الاحتكاك بزاف بالناس، لان يقدر يزيدنا في الضغوط والظروف الصحيه يمكن ما تسمح ليهاش. لذلك كل الانشطه اللي ممكن تخفف عليها من الضغط وتخلقها كتعيش حياتها الطبيعيه فغادي تكون جميله. اكيد غتكون جميله وغتعود عليها بالنفع، وبالنفع كذلك على الاسره اللي كنتمنوها دائما اسره سعيده. فالشكر موصول لكم استاذ عبد الحميد لعام، مستشار اسري وتربوي مكون في برامج التنميه الذاتيه، على كل هذه التوضيحات الان واليوم وغدا لقاء اخر جديد ومعلومات اخرى دائمه لكل الامهات. الف شكر وتحيتنا مره اخرى استاذ لعام. شكرا والى اللقاء.